اهلين هلا سعود. سعود انا شفتك في معرض العطور وانت ايش وداك بين الرياييل اللي معرض العطور؟ مره صغير سميه؟ لا معرض العطور مو للرجاجيل. في حتى البنات شفتك في معرض العطور كنت مره صغير يا بنت الحلال ما كان لابس الكعب. وين شفتيني فيه بالضبط؟ في معرض العطور في بوتيكات. قصدك الشكل الصغير؟ ايه شكل صغير ترى مو بنفس الجوال. الجوال بس لا يعني... حجميا كذا يعني كل شيء صغير. انت الحين تبخين تكسرين بخاطره. انا سؤال انا يبين لي فيه 180 شكلك صغير. اقول انطمي هذه طبخة تكسر الخواطر. استغفر الله منك. راندا ما شاء الله انت ناس خريبة. راندا لا تقولي انه قصير. راندا انا تعبان نفسي والله. يا ادري انا شباوة ترى مو قصدي. شفتي كيف كسرتي خاطره الحين. اصحاب التويتر قاطعوها وحطوا عليها الشيلة. لا رندا ايش فيك انت صاحيه؟ شخصنتيها مره. حطمتي له مشاعر. شوفي الرشال قدامك وشه كيف صار اصفر. شوفي الحين والرشال فيه سكر وانت دخلتي. لا 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 سعود شفتك مره صخير. ايوه كذا احس انه مو كلام خويا. شوفي قولي له انت كنت هيبه. شها الله اكبر اشتغلت الشيله التكبير.